بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، ربنا يديك العمر. وكنيسة مصر وأزهر مصر وليسمع لي فضيلة إمامنا الأعظم الطيب، طيبه الله، ربنا يبارك في مالك. اسمع لي أن أدعو لمصر، بدعي لها في الدرة في الخفاء، 45 سنة بدعي لها في الخفاء بإخلاص أنا وأولادي يا معالي الباشا. اسمح لي أن أدعو الآن جهرا كي يعلم الجميع، كي يعلم الجميع، من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، أننا نحب مصر مهما حدث لنا، فنحن نحب مصر وندعو لها، فهي عرضنا، هي عرضنا وهي شرفنا حقا. لا أقول نفاقا، أنا قلت اسمح لي معلك، أنا كنت بدعي في الخفاء وفي الدرة، اسمح لي أدعو للعالم كله كي يراني العالم كله أننا نحب مصر، نموت فداء لمصر وتعيش مصر، تعيش مصر، تحيا مصر يا فندم. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. آمين. اجعل مصر آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. آمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. آمين. بجاه حبيبك المصطفى. آمين. بجاه حبيبك المصطفى. آمين. وبحق جبريل وميكائيل وإسرافيل. في جاه الحبيب النبي وبحق القرآن الكريم، احفظ مصر وشعبها وجيشها وأمنها وقيادتها وقائدها العظيم، ولا ترنا شرا ولا سوءا ولا مكروها يا رب في مصر وأهلها. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا معالي الباشا، سامحني، أكرمكم الله. شكرا جزيلا، وربنا يتقبل إن شاء الله.